ونجم محمز مجموعة الأطر الإدارية العربيين بالكلية المتعددة تخصصات النادر نشينا زيد نعاش دو جنبير 2011 نشي دير الإدراك ويجن مسار نضال يمغى نهارا وانو في واخنا دارين وليجن عرض إيجابية بالنسبة للملفنا المطلبي لا من طرف الرئاسة ولا من طرف الإدارة الكلية ولا الوزارة لأن طوعنا راس حتى الوزارة دي مانية طوع وعدنا نغزي خمسة المناصب ديال الحي الجامعي نهارين كارو نوفي مانيني مع راضي خارقا لان ودي نقول شنو نسقى شنو وعود حقيقيه يعني شن رد ايجابي زي الاطراف هذا دعا وعليه نهار نسقى نهار 12 مارس 2012 نعزم شي مجموعه الاطر الاداريه العربيه باش نقطع الامتحان باش نقطع التسجيل عمليه التسجيل لان تواقبت توغان ونسقى لافونتاج باش نقطع حتى الامتحانات نقطع الدوره الخريفيه غانا حتى وناس قان تون بلا سكولاريتي واخا يوم نيتون جات طلبات استفاد من مجموعه من الوثائق داخل الاداره راس مدينه جنوب مصلحه ولكن انا يا الدار يا نشي نسوى التاس ولكن واخا يوم مصلحه مراعاه وناس قان للطلبه لمصلحه الطلبه ارتأينا باش نخليهم باش يدوزوا هذه الفتره وانما نهار الاثنين غادي نوقفوا عمليه التسجيل باش نشوفوا الرد ديال الجهات المعنيه وغادي نحسب الملف ديالنا المطلوب وتحيه نضاليه. بسم الله الرحمن الرحيم جمال العزوزي من الاطر الاداريه العرضيين بكل متعدد التخصصات بالنظر اليوم جينا كنهضروا على اساس ان غنقطعوا تسجيل عمليه التسجيل يوم 12 مارس 2012 من اجل الوعودات اللي كانت تعطات لنا هذه مده بالضبط مع نواب الرئاسه وبالتالي ما توصلنا حتى بشي وعد من المستحقات الماليه هذه 6 شهور مازال ما تخلصناش ولا من الخمسه المناصب اللي عطاونا في الوعودات وكاين تناقض بين نواب الرئيس والرئيس النواب يقولون على اساس ان خمسه المناصب في المطعم الجامعي غيكون في الوظيفه العموميه اما الرئيس كيقول هذيك غتكون هي شركه كاين تناقض وكاين احباط بالنسبه للاطر الاداريه العرضيين في هذه المساله وخلينا الامتحانات كدوز والاستدراكيه غدوز ان شاء الله بالنسبه للطلبه لان الطلبه ما نضيعوهمش اما بالنسبه للتسجيل غنقطعوه ومستعدين ولكن فيه الاعتقالات مرحبا لان حنا عندنا السجن احب الينا لان رانا في السجن في الحقيقه ولهذا كناديو وكنقولوا لاي مسؤول ان حنا غنقطعوا التسجيل كيف ما بغيت تكون الحاله بالنسبه لعميد كليه متعدد التخصصات كنقول ما عندنا حتى شي مشكل معاه عندنا المشكل مع الوظيفه العموميه وكنشكر اللي كيساعدنا من بعيد او من قريب والسلام عليكم قال غادي يصدق انه المطعم الجامعي غادي يدير الشركه وها ونقرص مجددا الطلبه غادي خصنا ندنس الخطوه النضاليه تازي سنه كنغدي ندير الخطوه النضاليه ميس نجي نشينا نستعدوا الدوره العاديه الامتحان الدوره العاديه الدوره الاستدراكيه وغنكارو تحيه مال المنابر الاعلاميه خاصه نادور سيتي نادور توداي بغيت بدان رودان باش نصيوض الميساج ثابت ان غير مسؤولين لا المحليين لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني وشكرا.